خلونا نستقبل عبر الهاتف سيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بيك، ويمكن حضرتك تابعناك في الجلسة النهاردة، أحد أهم أركان هذه الجلسة. حقيقة إنه الجلسة تناولت الكثير من الموضوعات والملفات والنقاط الهامة جدا في التحدي أو في مواجهة الإرهاب، فيما له علاقة بالفكر، فيما له علاقة بدور الدين، فيما له علاقة بإنه بعض الدول بقت تستغل، أو بقالنا فترة وهناك بعض الدول تستغل دور هؤلاء العناصر والإرهاب على الأرض أن يكون لها دور هي كمان، فيما له علاقة بأرقام وبداية أصلا الإرهاب واختلاف المواجهة، وأخيرا انتقال الحرب أو الإرهاب من بعض المناطق وبعض الدول العربية لدول الساحل والصحراء وتحديدا ليبيا. خليني أسأل حضرتك، إيه أهم أركان وأهم اللي خرجنا به من هذه الجلسة؟ بعد تحية لحضرتك والسادة المشاهدين، يعني أعتقد كانت من الجلسات المهمة الحقيقة، ومن يعني ما قيل فيها وما جرى من نقاش وتعليقات السيد الرئيس المستفيضة حول مجموعة من النقاط الحقيقة، يعني أضفت بعد أعمق وأخذت المحاور الرئيسية لهذه الجلسة إلى أفاق اعتقد انها شديدة الاهمية. ربما المقطعين اللذان تم بثهم الان على الشاشة ربما كانوا من اهم المقاطع اللي لفتت انتباه الحاضرين جميعا، وهو الحديث عن الارهاب كفكرة والتضرع بانه فكرة دينية وان مرجعيته هي فكرة دينية. هذا الامر الزائف الحقيقة، يعني النهارده كان محل انتقاد كبير من الحاضرين من حضور الجلسه والمتحدثين فيها، وايضا كان هناك هذه الاشاره التي استمعنا اليها منذ قليل من السيد الرئيس ويتحدث بهذه الدرجه من الوضوح والشفافيه واثاقه الهدف الحقيقه. فعلا لا يمكن الحديث عن ان تكون هناك فكره دينيه ايا كان هذا الدين تصطدم مع القيم الإنسانية وتهدد البشرية وتهدد الدول وتهدد الكيانات الوطنية وتحدث الخسائر البشرية بهذه الصورة التي تبعناها خلال السنوات الماضية. أيضا الحديث حول تحرك العناصر وانتقالها، حقيقة كنا تناولنا مسألة الفصول المتلاحقة والحقب المتلاحقة والطبعات المتعددة للعمل الإرهابي أو صناعة الإرهاب كما أسميناه اليوم في جلسة مؤتمر الشباب الوطني أو المؤتمر الوطني للشباب. الطبعات المتعددة الحقيقة احنا يعني في هذه الطبعة التي نحن على مشارفها حقيقة تشهد شيء في منتهى الخطورة، وهو انتقال المقاتلين التابعين لهذه التنظيمات الإرهابية من منطقة إلى أخرى، وهو ينذر بتهديد قادم مستقبلي يحتاج إلى الانتباه وإلى الاستنفار وإلى العمل بشكل جاد في مواجهة فصول قادمة قد نكون نحن في دوائر التهديد في مرحلة لاحقة. أيضا من ضمن التعليقات اللي كانت هامة يا فندم وحضرتك تشرح لنا وجود بعض الدول اللي بترعى الإرهاب وبتشكل الحواضن اللي بترعى هؤلاء العناصر وبتدعمهم بتشتغل عليهم لغاية ما يخرجوا للدول، ويمكن ده بيحصل من فترات طويلة مش شيء حديث. هل هناك مواجهة لذلك؟ يعني هناك طبعا يعني استدعاء للمجتمع الدولي في كل المحافل الدولية في كل الكتابات البحثية، يعني القادة السياسيين القيادة السياسية المصرية تحدثت عن هذا الأمر فوق منصة الأمم المتحدة فوق مقعدها الذي شغلته لمدة عامين في مجلس الأمن. كان هناك حث للمجتمع الدولي على القيام بدوره وعلى ضرورة كشف مثل هذه الدول. بالفعل الدول التي ترعى هذه التنظيمات الإرهابية والتي تستخدمها لأغراض سياسية ولتحقيق مساحات من النفوذ ولاعتبارهم سلاح تستخدمه في الصراع مع دول أخرى أو مع مناطق أخرى، هذه الانتقالات التي نتابعها ربما منذ 3 أعوام منذ بداية الانحصار
في سوريا والعراق حقيقة احنا قدام عملية نقل ممنهج ومنظم لهؤلاء المتطرفين الإرهابيين اللي قدرتهم الأمم المتحدة الحقيقة في أدنى تقديرات رصدت الرقم تحدثت عن 41,000، وهناك تقديرات تصل بهم إلى ما يصل إلى 50,000 مقاتل كانوا في صفوف تنظيم واحد هو تنظيم داعش، ناهيك عن تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان المسلمين. وهذه التنظيمات الثلاث يجري الآن أو على وجه الدقة منذ 3 سنوات مضت نقلهم من أماكن ودفعوهم إلى أماكن أخرى برعاية هذه الدول. هؤلاء المقاتلين لا يتبخروا في الهواء، لم نرى حالات قبض حقيقية إلا على أعداد قليلة جدا. التقارير الدولية تتحدث عن رقم لا يتجاوز 6,000 إلى 7,000 شخص تم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، في حين بقيت الأعداد الأخرى التي تقدر بنحو 40,000. ويشهد الآن عمليات النقل لا أكيد لما بيعودوا كمان يا فندم مرة أخرى إلى دولهم بيكون من وراهم خطر، يعني ومش كل الدول بتستقبل طبعا أي من الجنسيات اللي حابة ترجع مرة تانية أو تتراجع عن الإرهاب أو هذه الجماعات. خليني أسأل حضرتك يمكن بحديث حضرتك عن المنصات الدولية ودورها في مواجهة الإرهاب. إحنا لسه عارضين من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أرقام مخيفة يا فندم ومرعبة، متعلقة بأعداد الضحايا، متعلقة ب أعداد الجماعات الإرهابية، بنتكلم عن 100 تقريبا موجودين في 44 دولة، بنتكلم عن نسب ضحايا مخيفة، عن ألفات وألفات من الحوادث الإرهابية خلال سنتين أو ما شابه. هل ممكن احنا معانا على الشاشة دلوقتي الكاف، هل ممكن في ظل هذه الأرقام المخيفة اللي مش متعلقة بس الحقيقة بالدول العربية أو متعلقة بمنطقتنا فقط ولكن متعلقة بالعالم كله؟ صحيح يعني هذا المستوى الدولي كان فيه هناك رقم صادم، يعني الحقيقة تم عرضه اليوم في المؤتمر الوطني للشباب، وهو أن خسائر العالم جراء العمليات والنشاط الإرهابي خلال الخمسة أعوام الماضية يصل إلى نحو 80 مليون دولار، يعني رقم الحقيقة صحيح. يعني إن كان أنفق في يعني خدمة الإنسانية ومحاربة الفقر وعلاج كنا أصبحنا عالم مختلف الحقيقة. يعني الحقيقة رقم يعني صادم ورقم كبير جدا جدا يؤشر إلى الحجم الكبير لمسألة الخسائر بقدر ما هي خسائر بشرية هي خسائر أيضا مادية واقتصادية بشكل كبير جدا. وخلق بؤر التوتر دي الحقيقة بتعطل أي دولة عن مسألة التنمية، عن مشروعاتها الطموحة لبناء دولها الوطنية، تستنزف قدراتها العسكرية بشكل كبير جدا. الاستنفار الأمني النهارده السيد الرئيس تحدث عن التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها الدولة المصرية في الحرب على الإرهاب منطقة سيناء وحدها، وكان يشير هنا إلى أكبر عملية مواجهة ومكافحة للإرهاب شهدتها الدولة المصرية وهي العملية سيناء 2018. يعني مصر أنفقت كم من الأموال كي تؤمن منطقة ده مصر بس. يعني تريد الدولة المصرية تخطط الدولة المصرية أن تكون منطقة يخطط لها أن تكون مشروعا تنمويا كبيرا ضخما يكون قادرة للدولة المصرية، يكون رقم دافع الخطط النهوض الشامل اللي مصر بتشتغل عليه في مناطق كثيرة الحقيقة. يعني دي بس إشارات لأن الدول الحقيقة عندما تتحدث عن خطر الإرهاب لا تبالغ انه هو لازال هو الخطر المهدد رقم واحد على مستوى العالم. عندي سؤال اخير وسريع بعد اذن حضرتك يا سيادة العميد. من ضمن الارقام اللي خرجت علينا من المركز المصري للفكر والدراسات، في رقم بيقول انه 26% من هذه الجماعات موجود في منطقة الشرق الاوسط، على عكس المتوقع انه كنا فاكرين انه اكتر من نص هيبقى موجود هنا في المنطقة. يعني بعد التحركات الحقيقة وبعد الانتقالات ونشوء حواضن جديدة لهذه التنظيمات في جنوب شرق آسيا وفي وسط آسيا أيضا وفي إفريقيا تقلص العدد إلى حد ما ووصل إلى 26%، لكن هو كان يتجاوز 50% فعلا في تاريخ من 2011 إلى 2014 و2015 وهي أعوام الذروة بالنسبة لنشاط التنظيمات الإرهابية في منطقتنا العربية.
أشكرك شكرا جزيلا يا فندم العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.